ليه ربنا أوجدنا في الدنيا ليختبرنا وهو عارف أن مصيرنا في الآخر جنة أو نار؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يبقى لك حجة يوم القيامة، ده أحد المعاني. يعني ما تجيش يوم القيامة وتقول يا رب أنت حاططني في الجنة في المنزلة دي، أنا كنت أستحق منزلة أكبر من كده. يقول لك ما أنا أعلم بك، تقول له يا رب بس أنا ما عملتش حاجة. لا، في دنيا وحجة مقامة عليك. لا، أنت منزلتك هنا ومكانك هنا، وبص لأعمالك، كل نفس بما كسبت رهينة. ده معنى. معنى التاني، من غير ما نمر على خبرة الدنيا وإكسبيرينس الدنيا ما كناش هنعرف حلاوة الجنة. رصيد 70 80 سنة 90 سنة اللي هتعيشهم في الدنيا هم هيبقوا ذاكرتك في الجنة، وهيفضلوا فاكرهم في الجنة لأنك بقالك خبرة لمدة 90 سنة لغاية ما وصلت للجنة. صدقني الجنة أحلى كتير، غير لو دخلت الجنة على طول من غير تجربة الدنيا. نمرة 3، إزاي يتميز الناس المؤمنين ويعلوا في درجاتهم المجاهدين اللي ضحوا واللي تركوا المعاصي واللي عملوا الخير واللي أصلحوا؟ كان لازم اختبار الدنيا ليميز الله الخبيث من الطيب. كل دي معاني رائعة كان لازم نمر على الدنيا.